خطوات حثيثة تخطو بها مصر في السنوات الاخيرة لتعميق الروابط بينها وبين اشقائها الافارقة. الظاهر الطبيعي والاستراتيجي لمصر، لا سيما دولة رواندا. فعلى صعيد اقتصادي تم الاتفاق على العديد من بروتوكولات التعاون، كما زادت الصادرات إلى رواندا، خصوصا بعد أن خفضت أو خفضت الرسوم الجمركية بنسبة 100%، لتلقى منتجات مصر رواجا غير مسبوق هناك. للمزيد نتابع التقرير التالي. علاقات اقتصاديه متميزه تجمع بين مصر ورواندا خاصه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه الذي حرص على تعزيز العلاقات المصريه ليس مع رواندا فقط ولكن مع كافه الدول الافريقيه رواندا تعد من الدول التي طبقت تخفيض الرسوم الجمركيه بنسبه 100% وتشهد المنتجات المصريه رواجا متزايدا بالسوق الروانديه كالمنتجات الجلديه والاثاث خاصه في ظل اقامه معارض المنتجات المصنوعه في مصر في السوق الروانديه. قيمه الصادرات المصريه لرواندا بلغت عام 2015 64 مليون دولار بينما بلغت قيمه الصادرات الروانديه لمصر 2014 نحو 30 مليون دولار. you yeah. ويتم العمل نحو توسيع وزياده حجم التبادل التجاري بينهما وتتركز اهم صادرات رواندا لمصر في منتجات الشاي والقهوه والاناناس حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا بلغ 23.4 مليون دولار 2018 مقابل 16.93 مليون دولار 2017 ذلك وفقا لتقرير اداره الدول والمنظمات الافريقيه ووحده الكوميسا جهاز التمثيل التجاري. في عام 2017 شهدت سوق الانشاءات والعقارات في رواندا دخول تسع شركات مصريه انضمت للسوق تحت مظله جمعيه التجاره بين رواندا ومصر بعد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا والتي تقدم حلولا ومشروعات في مجال العقارات والانشاءات وتوفير مواد البناء باسعار مناسبه للسوق الرواندي. كما تتعاون مصر ورواندا في مجال الري مستفيدين بخبرتهما حيث حرصت مصر دائما على المشاركة الفعالة في كافة مشروعات الري وتوليد القوى وحماية نهر النيل وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية تجمع البلدان العديد من الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم لتؤكد مصر قوتها وريادتها في دعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها في شتى المجالات